سفر إرميا الأصحاح 49. عن دمشق خزيت حمات وأرفاد، قد ذابوا لأنهم قد سمعوا خبرا رديئا. في البحر اضطراب لا يستطيع الهدوء، ارتخت دمشق والتفتت للهرب، أمسكتها الرعدة وأخذها الضيق والأوجاع كما خضن. كيف لم تترك المدينة الشهيرة قرية فرح، لذلك تسقط شبانها في شوارعها وتهلك كل رجال الحرب في ذلك اليوم، يقول رب الجنود. وأشعل نارا في سور دمشق فتأكل قصور بنهدد. عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربها نبوخذرسر ملك بابل، هكذا قال الرب: قوموا اصعدوا الى قيدار، اخربوا بني المشرق، يأخذون خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجمالهم، وينادون إليهم الخوف من كل جانب: اهربوا، انهزموا جدا، تعمقوا في السكن يا سكان حاصور، يقول الرب، لأن نبوخذرسر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة وفكر عليكم فكرا. قوموا اصعدوا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة، يقول الرب، لا مصاريع ولا عوارض لها، تسكن وحدها وتكون جمالهم نهبا وكثرة ماشيتهم غنيمة. وأذري لكل ريح مقصوص الشعر مستديرة، وآتي بهلاكهم من كل جهاته، يقول الرب. وتكون حاصور مسكن بنات آوى وخربة إلى الأبد، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي على عيلان في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا، هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أحطم قوس عيلام أول قوتهم، وأجلب على عيلام أربع رياح من أربعة أطراف السماء، وأذريهم لكل هذه الرياح، ولا تكون أمة إلا ويأتي إليها منفي عيلام. وأجعل العيلاميين يرتعبون أمام أعدائهم وأمام طالبي نفوسهم، وأجلب عليهم شرا حمو غضبي، يقول الرب. وأرسل وراءهم السيف حتى أفنيهم، وأضع كرسيي في عيلام، وأبيد من هناك الملك والرؤساء، يقول الرب. ويكون في آخر الأيام أني أرد سبي عيلام، يقول الرب. الأصحاح 50. الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانيين على يد إرميا النبي: أخبروا في الشعوب وأسمعوا وارفعوا راية، أسمعوا لا تخفوا، قولوا أخذت بابل، خزي بير، انسحق مرودخ، خزيت أوثانها، انسحقت أصنامها، لأنه قد طلعت عليها أمة من الشمال، هي تجعل أرضها خربة فلا يكون فيها ساكن، من إنسان إلى حيوان هربوا وذهبوا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان، يقول الرب، يأتي بنو إسرائيل هم وبنو يهوذا معا،
يسيرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب إلههم، يسألون عن طريق صهيون ووجوههم إلى هناك قائلين: هلما فنلصق بالرب بعهد أبدي لا ينسى. كان شعبي خرافا ضالة قد أضلتهم رعاتهم، على الجبال أتاهوهم، صاروا من جبل إلى أكمة، نسوا مربضهم، كل الذين وجدوهم أكلوهم. وقال مبغضوهم: لا نذنب من أجل أنهم أخطأوا إلى الرب مسكن البر ورجاء آبائهم الرب. اهربوا من وسط بابل واخرجوا من أرض الكلدانيين، وكونوا مثل كراريز أمام الغنم، لأني ها أنا ذا أوقظ وأصعد على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال فيصطفون عليها. من هناك تؤخذوا نبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا، وتكون أرض الكلدانيين غنيمة، كل مغتنميها يشبعون، يقول الرب. لأنكم قد فرحتم وشمتم يا ناهبي ميراثي، وقفستم كعجلة في الكلأ وصهلتم كخيل، تخزى أمكم جدا، تخجل التي ولدتكم. ها آخرة الشعوب برية وأرض ناشفة وقفر، بسبب سخط الرب لا تسكن، بل تصير خربة بالتمام. كل مار ببابل يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها. اصطفوا على بابل حواليها يا جميع الذين ينزعون في القوس، ارموا عليها لا توفروا السهام، لانها قد اخطأت الى الرب. اهتفوا عليها حواليها قد اعطت يدها، سقطت اسسها، نقضت اسوارها، لانها نقمة الرب هي، فانقموا منها. كما فعلت افعلوا بها، اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجل في وقت الحصاد. من وجه السيف القاسي يرجعون كل واحد الى شعبه، ويهربون كل واحد الى ارضه. اسرائيل غنم متبددة، قد طردته السباع. اولا اكله ملك اشور، ثم هذا الاخير نبوخذرسر ملك بابل هرس عظامه. لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: ها انا ذا اعاقب ملك بابل وارضه كما عاقبت ملك اشور، وارد اسرائيل الى مسكنه فيرعى كرمل وباشان، وفي جبل أفرايم وجلعاد تشبع نفسه. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان، يقول الرب، يطلب اسم إسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد، لأني أغفر لمن أبقيه. اصعد على أرض ميراثايم عليها وعلى سكان فقود، اخرب وحرم وراءهم، يقول الرب، وافعل حسب كل ما امرتك به. صوت حرب في الارض وانحطام عظيم. كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الارض، كيف صارت بابل خربة بين الشعوب. قد نصبت لك شركا فعلقت يا بابل وانت لم تعرفي، قد وجدت وامسكت لانك قد خاصمت الرب. فتح الرب خزانته واخرج آلات رجزه، لان للسيد رب الجنود عملا في ارض الكلدانيين. هلما اليها من الاقصى، افتحوا اهراءها، كوموها عراما وحرموها ولا تكن لها بقية.
اهلكوا كل عجولها لتنزل للذبح. ويل لهم لانه قد اتى يومهم، زمان عقابهم. صوت هاربين وناجين من ارض بابل ليخبروا في صهيون بنقمة الرب الهنا، نقمة هيكله. ادعوا الى بابل اصحاب القسي لينزل عليها كل من ينزع في القوس حواليها لا يكن ناج. كافئوها نظير عملها، افعلوا بها حسب كل ما فعلت، لانها بغت على الرب على قدوس اسرائيل. لذلك يسقط شبانها في الشوارع وكل رجال حربها يهلكون في ذلك اليوم، يقول الرب. ها أنا ذا عليك أيتها الباغية، يقول السيد رب الجنود، لأنه قد أتى يومك حين عقابي إياك. فيعثر الباغي ويسقط ولا يكون له من يقيمه، وأشعل نارا في مدنه فتأكل كل ما حواليها. هكذا قال رب الجنود: إن بني إسرائيل وبني يهوذا معا مظلومون، وكل الذين سبوهم أمسكوهم أبوا أن يطلقوهم. وليهم قوي، رب الجنود اسمه، يقيم دعواهم لكي يريح الأرض ويزعج سكان بابل. سيف على الكلدانيين، يقول الرب، وعلى سكان بابل وعلى رؤسائها وعلى حكمائها. سيف على المخادعين فيصيرون حمقا، سيف على أبطالها فيرتعبون. سيف على خيلها وعلى مركباتها وعلى كل اللفيف الذي في وسطها فيصيرون نساء. سيف على خزائنها فتنهب، حر على مياهها فتنشف، لأنها أرض منحوتات هي وبالأصنام تجن. لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات آوى، وتسكن فيها رعال النعام، ولا تسكن بعد إلى الأبد، ولا تعمر إلى دور فدور. كقلب الله سدوم وعمورة ومجاورتها، يقول الرب، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. هوذا شعب مقبل من الشمال وأمة عظيمة، ويوقظ ملوك كثيرون من أقاصي الأرض، يمسكون القوس والرمح، هم قساة لا يرحمون. صوتهم يعج كبحر وعلى خيل يركبون، مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل. سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه، اخذته الضيقة والوجع كماخض. ها هو يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، لأني أغمز وأجعلهم يركضون عنه. فمن هو منتخب فأقيمه عليه؟ لأنه من مثلي؟ ومن يحاكمني؟ ومن هو الراعي الذي يقف أمامي؟ لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل، وأفكاره التي افتكر بها على أرض الكلدانيين. إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. من القول أخذت بابل، رجفت الأرض، وسمع صراخ في الشعوب. سفر المزامير، المزمور 97. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله.
أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت، ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة، سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهودا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه، من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكرى قدسه. المزمور 98. رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه، أعلن الرب خلاصه، لعيون الأمم كشف بره. ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت السور. اهتفوا قدام الملك الرب، ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها. الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. سفر الأمثال، الأصحاح 26. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس، الأصحاح الأول. بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، لأجل إيمان مختار الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي ائتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله. إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلصنا. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة، وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة، له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب ولا مدمن الخمر، ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح،
بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا ان يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فانه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختام، الذين يجب سد افواههم، فانهم يقلبون بيوتا بجملتها، معلمين ما لا يجب من اجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش رضية، بطون بطالة. هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، واما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم ايضا وضميرهم. يعترفون بانهم يعرفون الله، ولكنهم بالاعمال ينكرونه، اذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون.